الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. مدد يا رب، مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب منهاج العابدين للإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه عنا به. وقد ذكر في أول الكتاب تلميذه الراوي عنه أنه هذا آخر كتاب كتبه في حياته، وأملاه على الخواص من تلامذته السالكين إلى الله تعالى. قال: فإذا خطر، بنقول مقدمة آخر عبارة قرأناها، فإذا، عشان يبقى الكلام متصل، لأنه كلامه في الكتاب كله متصل، تعرفش تقرأ جملة لوحدها. قال: فإذا خطر بقلب العبد أول كل شيء أني أجدني منعما بضروب من النعم علي، كالحياة والقدرة والعقل والنطق وسائر المعاني الشريفة واللذات، مع ما ينصرف عني من ضروب المضار والآفات. وإن لهذه النعم منعما يطالبني بشكره وخدمته. ده بيتكلم على واحد، كأنه بيتكلم عن واحد ملحد الأول أو غير مؤمن. فإن غفلت عن ذلك فيزيل عني نعمته ويذيقني بأسه ونقمته. وقد بعث إلي رسولا أيده بالمعجزات الخارقة للعادات الخارجة عن مقدور البشر، وأخبرني بأن لي ربا جل ذكره، الرسول يعني أخبره بأن له ربا جل ذكره، قادرا عليما حيا مريدا متكلما، يأمر وينهي وينهى، قادرا على أن يعاقب إن عصيته ويثيب إن أطعته، عالما بأسراري وما يختلج في أفكاري. وقد وعد وأوعد وأمر بالتزام قوانين الشرع، وقد وعد وأوعد وأمر بالتزام قوانين الشرع، فيقع في قلبه أنه ممكن. كل ده ممكن عقلا، قلنا ايه الأدلة العقلية أولا، إذ لا استحالة لذلك في العقل بأول البديهة، فيخاف على نفسه عند ذلك ويفزع. فهذا خاطر الفزع الذي ينبه العبد ويلزمه الحجة، يجعل الحجة قائمة عليه، ويقطع عنه المعذرة، أي باب العذر، ويزعجه إلى النظر والاستدلال، يبتدي بقى ينظر ويستدل، فيهتاج أن ينبعث العبد عند ذلك ويقلق وينظر في طريق الخلاص وحصول الأمان له مما وقع بقلبه أو سمع بأذنه، فلم يجد فيه سبيلا سوى النظر بعقله في الدلائل والاستدلال بالصنعة على الصانع، ليحصل له علم اليقين بما هو مغيب عنه، بما هو مغيب، ويعلم أن له ربا كلفه وأمره ونهاه. فهذه أول عقبة استقبلته في طريق العبادة، وهي عقبة العلم والمعرفة، ليكون من الأمر على بصيرة، فيأخذ في قطعها، أي في قطع الطريق إلى طريق العبادة، من غير بد، بحسن النظر في الدلائل ووفور التأمل والتعلم والسؤال من علماء الآخرة أدلاء الطريق سرج الأمة. فيحتاج أن ينبعث ويثار العبد عند ذلك، ويقلق وينظر في طريق الخلاص، خلاص، وحصول الأمان له مما وقع في قلبه،
أو سمع بأذنه، لأنه لسه ملتفت، هو ابتدت اليقظة عنده، فلم يجد فيه سبيلا سوى النظر بعقله في الدلائل والاستدلال بالصنعة على الصانع. وده أول الطريق، وفي الآخر بيستدل بالصنعة على الصنعة في الوصول بقى خلاص، والاستدلال بالصنعة على الصانع. وقلنا دي قضية منطقية موجودة في علم التوحيد، ها، كل شيء، كل العالم حادث، وكل حادث العالم متغير، وكل متغير حادث، يبقى العالم حادث. وبعدين ياخدها مقدمة، العالم حادث وكل حادث محتاج إلى محدث، يبقى العالم محتاج إلى محدث، والمحدث اللي هو الخالق سبحانه وتعالى. ليحصل له، والاستدلال بالصنعة على الصانع ليحصل له علم اليقين بما هو مغيب، أي بما هو مغيب عنه، لأن كلها غيبيات. إيه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. فصار عنده الإيمان، اليقين، المعرفة، العلم، بمعنى واحد. واضح؟ دول مترادفات أو لهم معنى مشترك على الأقل، وهو اليقين، الإدراك الجازم المطابق للواقع. فقد يعرف هذه الأشياء كلها بمعنى واحد، الإيمان واليقين والمعرفة والعلم. ويعلم أن له ربا، يعلم هنا بمعنى إيه؟ اليقين، الإيمان، ها، أن له ربا كلفه وأمره ونهاه. فهذه أول عقبة استقبلته في طريق العبادة، وهي عقبة العلم والمعرفة، ليكون من الأمر على بصيرة، فيأخذ في قطعها من غير بد بحسن النظر في الدلائل. كان قس بن ساعدة يتعبد ولا يأكل الطعام الذي لا يأكل ما ذبح لغير الله تعالى، ولا يعبد الأصنام، ويخاطب المولى عز وجل ويقول: يا ربي لو أني أعلم كيف أعبدك، ها، لعبدتك حق عبادتك. لكن هو ما وصلوش مات قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان عايز يتعبد وعارف إن في إله واحد، لكن مش عارف كيف يعبده. فالحمد لله الذي أرسل إلينا رسولنا فعلمنا كيف نعبد الله تعالى سبحانه وتعالى، من غير بد بحسن النظر في الدلائل ووفور التأمل والتعلم والسؤال من علماء الآخرة أدلاء الطريق، علماء الآخرة أدلاء الطريق، سرج الأمة وقادة الأئمة، والاستفادة منهم، واستهداء الدعاء الصالح منهم للتوفيق والإعانة إلى أن يقطعها بتوفيق الله سبحانه، فيحصل له علم اليقين بالغيب، وهو أن له إلها واحدا لا شريك له، وهو الذي خلقه وأنعم عليه بكل هذه النعم، وأنه كلفه وشكره وأمره بخدمته وطاعته بظاهره وباطنه، وحذره الكفر وضروب المعاصي، وحكم له بالثواب الخالد إن أطاعه، وبالعقاب الخالد إن عصاه وتولى عنه. فعند ذلك تبعثه هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشمير للخدمة والإقبال على العبادة لهذا السيد المنعم الذي طلبه فوجده وعرفه بعدما جهله، ولكنه لا يدري كيف يعبده وماذا يلزمه في خدمته بظاهره وبطنه. فبعد هول هذه المعرفة بالله تعالى سبحانه وتعالى جهد حتى يتعلم ما يلزمه من الفرائض الشرعية ظاهرا وباطنا. فلما استكمل العلم والمعرفة بالفرائض انبعث ليأخذ في العبادة ويشتغل بها، فنظر فإذا هو صاحب جنايات وذنوب. ناخد حتة حتة خلاص. فهذه أول عقبة استقبلته في طريق العبادة، وهي عقبة العلم والمعرفة، ليكون من الأمر على بصيرة فيأخذ في قطعها، اللي هي العلم والمعرفة، من غير بد يجب عليه أن يقطع هذه الايه العقبة، وهي عقبة العلم والمعرفة، من غير بد بحسن النظر في الدلائل، ها، ينظر في الأدلة، ووفور التأمل والتعلم والسؤال من علماء الآخرة أدلاء الطريق، سواء كانوا علماء شريعة أو علماء عقيدة أو علماء حقيقة، كان إيه، فدول كلهم من علماء الآخرة أدلاء الطريق وسرج الأمة، إلا من منهم من جمع بين الثلاث، ماشي، ربنا يجعلنا منهم أجمعين. أدلاء الطريق سرج الأمة وقادة الأئمة الأكابر، يعني
والاستفادة منهم واستهداء الصالح واستهداء الدعاء الصالح منهم، يستهدي أن يطلب منهم الدعاء الصالح منهم للتوفيق والإعانة إلى أن يقطعها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بيطلب من الأئمة الكمل الدعاء. خلاص الأئمة الكمل دايما دعاهم مجاب. ها سيدنا الشيخ علي ده نادر من دعاء يرد لي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا الشيخ علي جمعة نعرف من الصالحين ما كده برضو، الناس تروح عشان تدعوه بالذات، تأتي مسافة كبيرة عشان تدعوه ويقول لك إن شاء الله يحصل، إن شاء الله منقضية، توصلي ماشي العملية. واستهداء دعاء من الصالح منهم للتوفيق والإعانة إلى أن يقطعها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فيكون في الآخرة في الآخر الأمر هو الله الذي وفقه. ها إلا أن الدعاء كان سبب في التوفيق، لكن التوفيق على في الحقيقة من الله تعالى، فيحصل له عين اليقين بالغيب، وهو أن له إلها واحدا لا شريك له، هو الذي خلقه وأنعم عليه بكل هذه النعم اللي هو ذكرها في أول الفكر، وأنه كلفه شكره أي أوجب عليه شكر المنعم، وأمره بخدمته وطاعته بظاهره وباطنه، أن يكون الخدمة بالطاعة والخدمة والطاعة في الظاهر والباطن. علماء الشريعة غالبا يدلك على الظاهر، وعلماء الحقيقة يدلك على الباطن، وغالبا الناس تنشغل بالظاهر عن الباطن، وإن كان الظاهر لا يستغني عن الباطن، فلو كان الباطن ما فيهوش شيء منعدم يبقى ده نفاق، ولو كان باطن بدون ظاهر يبقى زندقة، ولو اجتمع الظاهر والباطن ده التحقق. ماشي. وأمره بخدمته وطاعته بظاهره وبطنه، وحذره الكفر وضروب المعاصي، وحكم له بالثواب الخالد إن أطاعه، وبالعقاب الخالد إن عصاه أي في النار، وتولى عنه. فعند ذلك تبعثه هذه المعرفة واليقين بالغيب. شوفوا قرن بالمعرفة، زي ما أنا قلت لكم المعرفة هو اليقين، هي العلم، هي الإدراك الجازم المطبق للواقع، هي الإيمان. فعند ذلك تبعثه هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشمير للخدمة والإقبال على العبادة لهذا السيد المنعم الذي طلبه فوجده. هو طلب السيد فالحمد لله ربنا دله، يبقى مش هو اللي دل نفسه. ولذلك قلنا أن إيه اللفتة الربانية دي منحة ربانية لا تدخل الإنسان في تحصيلها، إنه أن الله يلفتك إليه يوقظك، ليست من عندك. خلاص فوجده وعرفه بعدما جهله، ولكنه لا يدري كيف يعبده وماذا يلزمه في خدمته بظاهره وباطنه. فبعد هول هذه المعرفة بالله تعالى سبحانه وتعالى جهد حتى يتعلم ما يلزمه من الفرائض الشرعية ظاهرا وباطنا. في فرائض شرعية باطنة، النية محلها القلب، هذه فرائض، ده فرض في العبادات لا تصح العبادات إلا بها. فلما استكمل العلم والمعرفة بالفرائض انبعث ليأخذ في العبادة ويشتغل بها، فنظر فإذا هو صاحب جنايات وذنوب، وهذا حال الأكثر من الناس، فيقول كيف أقبل على العبادة وأنا مصر على المعصية مترطخ بها؟ فيجب علي أولا أن أتوب إليه، اللي هي بعد اليقظة التوبة. خلاص كل المدارس المسالك واحد، ما هو ده اللي ذكره الايه الامام الهروي في منازل السائرين، ذكر اول حاجه اليقظه وبعدين التوبه وهكذا. فيجب علي اولا ان اتوب اليه ليغفر لي ذنوبي ويخلصني من اسرها ويطهرني من اقدارها، فاصلح للخدمه وبساط القربه، فتستقبله ها هنا عقبه التوبه. قال فلما استكمل العلم والمعرفة بالفرائض انبعث ليأخذ في العبادة ويشتغل بها، فنظر فإذا هو صاحب جنايات وذنوب، وهذا حال الأكثر، لأنه ما علم علم مراد الشارع وعلم الأمر الأوامر والمناهي، ووجد أنه وجد أنه كان يقع في المناهي وكان تاركا للأوامر. ها انبعث ليأخذ في العبادة ويشتغل بها، فنظر فإذا هو صاحب جنايات وذنوب، وهذا حال الأكثر من الناس، فيقول كيف أقبل على العبادة وأنا مصر على المعصية؟
متلطخ بها، فيجب علي أولا أن أتوب إليه سبحانه وتعالى ليغفر لي ذنوبي ويخلصني من أسرها ويطهرني من أقدارها، فأصلح للخدمة وبساط القربة، أي أن أكون في بساط قرب الله تعالى، فتستقبله وهنا عقبة التوبة، فيحتاج لمحالة إلى قطعها ليصل إلى ما هو المقصود منها، فيأخذ في ذلك بإقامة التوبة بحقوقها وشرائطها إلى أن يقطعها. فلما أن حصلت له التوبة الصادقة وفرغ من هذه العقبة، حن إلى العبادة ليأخذ فيها، فنظر فإذا حوله عوائق محدقة به، كل واحد منها يعوقه عن عما قصد من العبادة بضرب من التعويق. فتأمل فإذا هي أربعة: الدنيا والخلق والشيطان والنفس. فاحتاج لا محالة إلى دفع هذه العوائق وإزاحتها، وإلا فلا يتأتى له مراده من العبادة، فاستقبلته ها هنا عقبة العوائق. نأخذ عقبة عقبة. قال: فيقول: كيف أقبل على العبادة وأنا مصر على المعصية متلطخ بها؟ فيجب علي أولا أن أتوب إليه ليغفر لي ذنوبي ويخلصني من أسرها. فالغافر والمخلص أولا هو الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، ويطهرني من أقدارها، فأصلح للخدمة وبساط القربة، أن يكون على بساط القرب من الله تعالى. فتستقبلها هنا عقبة التوبة، فيحتاج لا محالة إلى قطعها ليصل إلى ما هو المقصود منها، فيأخذ في ذلك بإقامة التوبة بحقوقها وشرائطها إلى أن يقطعها. فلما أن حصلت له التوبة الصادقة وفرغ من هذه العقبة، طبعا التوبة إيه؟ الإخلاع والندم بالقلب والعزم على عدم العود، العزم على عدم العود. فلا يشترط في التوبة، المصطلحات الموجودة عند الأئمة الأكابر زي اللي أنا حافظه ده كده حافظه، لكن الأول حاجة إيه؟ الإقلاع عن الذنب، فلا يصح التوبة وأنت واقع في الذنب، يبقى التوقف عن الذنب. الحاجة الثانية الندم القلبي حتى يجرك إلى إيه؟ عدم العود. وبعدين قال لك العزم على عدم العود، ما قال لكش عدم العود. فإذا هو عزم على عدم العود فدي الشروط الثلاثة، يبقى خلاص الذنب اللي فاتت مسح. طب رجع لنفس الذنب ده جديد، مش راجع للقديم، القديم اتمحى خلاص بالشروط الثلاثة. فالعزم على عدم العود ولم يشترط عدم العود، لو اشترطنا عدم العود اللي يحصل يبقى الذنوب ترجع له تاني لما هو يعود لها، لا دي اتمسحت بصدق التوبة. واضح؟ فيأخذ في ذلك بإقامة التوبة بحقوقها وشرائطها إلى أن يقطعها. فلما أن حصلت له التوبة الصادقة وفرغ من هذه العقبة، حن إلى العبادة، يبتدي يشتاق إلى عبادة الله تعالى، لأن هذا مغروز في فطرته وطبيعته وغرائزه أن يعبده. خلاص؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. البشر وهم في الضر في ظهر آدم أخذ عليهم العهد بذلك، فلذلك تلاقي يفطر في كل إنسان حتى الملحد بيعبد هواه، بيعبد نفسه، في شيء نفسه يدفعه لهذا الأمر، بس لأنه عاند خلاص وعبد نفسه وهواه. يبقى أما بيفرغ من التوبة بيحن إلى العبادة ليأخذ فيها، أي يشرع في العبادة. فنظر فإذا حوله عوائق محدقة به، محيطة به، كل واحد منها يعوقه عما قصد من العبادة بضرب من التعويق. فتأمل فإذا هي أربعة، ولم يذكر هنا الهوى. طيب، فإذا هي أربعة: الدنيا والخلق والشيطان والنفس. هو في والهوى من الأعداء الأربعة: الدنيا والهوى والشيطان والنفس. فاحتاج لا محالة إلى دفع هذه العوائق وإزاحتها عنه،
وإلا فلا يتأتى له مراده من العبادة فاستقبلته. وهنا عقبة العوائق، إن هو عايز يزيل تلك العوائق، فيحتاج إلى قطعها بأربعة أمور: التجرد عن الدنيا، والتفرد عن الخلق، والمحاربة مع الشيطان، والقهر للنفس. إن كل واحد من دول كافي في إهلاك الإنسان وفي شغله تماما. ماشي، الواحد ممكن ينشغل بالدنيا ليل نهار فمبقاش عنده حظ لأن يعبد الله تعالى، أن يعبد الله تعالى ليل نهار، ده واحدة من دول. أو الشيطان يوسوس ليل نهار، أو ما إلى، أو الخلق يشغلونه ليل نهار، من الزوجة في البيت وإيه وبقية الناس في الطرقات، والنفس تشغله، متطلبات النفس بصفة دائمة، النفس تتطلع للتطلب ليل نهار. أنا عايز، النفس تقول لك إيه، أنا عايز كذا، أنا عايز كذا، أنا عايز كذا ليل نهار. فكل واحدة من دول عقبة تشغله ليل نهار، كل واحدة منهم، فيحتاج، أي عقبة العوائق، فيحتاج إلى قطعها بأربعة أمور: التجرد عن الدنيا، يبقى الدنيا هيتجرد عنها، والتفرد عن الخلق، أي العزلة، الخلوة، سميها ما شئت. ألف الإمام الخطابي كتاب العزلة، وكثير ما ألف من علماء الحديث وما إلى ذلك كتب في الاعتزال وما إلى ذلك والخلوة، ومن الخلوة الموجودة في الشرع الشريف المنصوص عليها الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف 20 صلى الله عليه وسلم في أحد السنوات، اعتكف 20 يوما، العشر الأوسط والعشر الأواخر. والتفرد عن الخلق، والمحاربة مع الشيطان، والقهر للنفس، وخالف النفس والشيطان، اقهر نفسك بمخالفتها، وقهر الشيطان بمخالفته فيما يوسوس لك ويأمرك. فأما النفس فأشدها، إذ لا يمكن التجرد عنها، مش ممكن يا إيه، لأن نفسه بين جنبي لا تنفك عنه لحظة من اللحظات إلا بالموت، ودي أشد الأشياء. والهوى ده نابع من النفس ومن الإيه، البيئة المحيطة به، فيجد الإيه البيئة المحيطة به يكتسب منها، يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فيكتسب منها الهوى اللي هو نوع من أنواع النفس أيضا. فأما النفس فأشدها، إذ لا يمكن التجرد عنها. يعني الواحد ممكن إيه اللي هو التجرد عن الناس يختلف به، يقعد يعمل خلوة مثلا، لكن النفس ما تنفكش عنه. فأما النفس فأشدها، إذ لا يمكنه التجرد عنها ولا أن يقهرها بمرة ويقمعها كالشيطان. النفس والشيطان حاجة واحدة. يقولون أهل التربية والسلوك إن الشيطان وزير الشيطان النفس، فقد بعث الشيطان إلى النفس بإيه، منشور الوزارة، يقولون كده، بعث الشيطان إلى النفس إنها الوزيرة بتاعته، يتسلط بها على الإنسان، فيتعاون بها على، يتعاون مع الشيطان مع النفس على الإنسان. خلاص. فأما النفس فأشدها، إذ لا يمكنه التجرد عنها ولا أن يقهرها بمرة، أي بالمر، إنما يقهرها مرة ومرة تغلبه، بعد كده هو يبتدي تطمئن، فيستمر القهر له والتحكم فيها لغاية لما تنقاد لي، وبعدين تبتدي هو إيه يحصل العكس، أما يجي إيه يقصر في الطاعات يبقى النفس تبقى مطمئنة، تقول له أنت قصرت ليه، ما ينفعش، وتزداد إلى أن تصير نفس راضية ومرضية، وبعدين وتبقى في درجات النفس حتى تكون نفس كاملة كما قرأنا. فأما النفس فأشدها، أي أشد الأربعة أعداء دول أو الأربع عوائق، إذ لا يمكنه التجرد عنها ولا أن يقهرها بمرة ويقمعها كالشيطان، أيضا الشيطان ما يقدرش يعمل معاه كده، إذ هي المطية والآلة، ولا مطمع أيضا في موافقتها على ما يقصده العبد من العبادة والإقبال عليها، إذ هي مجبولة على ضد الخير كاللهو واتباعها له، فاحتاج إلى أن يلجمها بلجام التقوى لتبقى له فلا تنقطع، وتنقاد له فلا تطغى، فيستعملها في المصالح والمراشد، ويمنعها من المهالك والمفاسد. والنفس في نفس الوقت هي المطية الركوبة أو الدابة بتاعته اللي بإيه بيصل بها إلى الآخرة وإلى الله تعالى. ماشي. والآلة التي يستعملها في الوصول،
ولا مطمع أيضا في موافقتها على ما يقصده العبد من العبادة، هي مش هتوافقك على العبادة، تميل إلى الكسل وإلى الراحة وإلى اللذات وإلى تركا إلى كل شيء فيه مخالفة الطاعة. ها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قفيته 3 عقد، يقول عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد، عليك نوم طويل فارقد. فإذا هو استيقظ انفكت، فذكر الله انفكت عقدة، فإذا هو توضأ انفكت عقدة. إذا ذكر الله أول حاجة ما استيقظ فذكر الله، وبعدين الثانية الوضوء. فإذا صلى انفقدت عقده كلها، وإلا أصبح خبيث النفس. ها وإلا أصبح خبيث النفس، فهي عقد شيطان مع النفس، النفس تركن للنوم، يقول لك ما تنام الدنيا ساعة مين دول، نام شوية وبعدين صلي بعد شوية، يقوم الشيطان ينايمك. ها بال الشيطان في أذنيه، ينايمك خالص ما تقومش تصلي الفجر. ولا مطمع أيضا في موافقتها على ما يقصده العبد، إنها توافق العبد على ما يقصده. ولذلك صاحب البردة يقول يا خالف، وصاحب البردة يقول إيه فاهم كويس، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محاضاك النصحة فاتهم، لأنه هو بيتحايل النفس والشيطان، كقصة برصيصة المشهورة المعروفة العابد بتاع بني إسرائيل. طيب ولا مطمع أيضا في موافقتها على ما يقصده العبد من العبادة والإقبال عليها، من العبادة والإقبال على العبادة، مفيش مطمع للإنسان. ها ها توافقه النفس على ما يقصده من العبادة والإقبال عليها، إذ هي مجبولة على ضد الخير كله واتباعه واتباعها واتباعها له، تتبع له، فاحتاج إذن إلى أن يلجمها بلجام التقوى لتبقى له، لتبقى له فلا تنقطع، وتنقاد له فلا تطغى، ما تنقطعش عنه وفي نفس الوقت تنقاد له فلا تطغى، فيستعملها في المصالح والمراشد ويمنعها من المهالك والمفاسد، فيأخذ إذن في قطع هذه العقبة ويستعين بالله جل ذكره على ذلك، الحول من الله محض خلاص في كل هذا، فيستعملها في المصالح والمراشد، يضغط على نفسه ويستعملها ويخالفها ويمنعها من المهالك والمفاسد، فيأخذ في إذن في قطع هذه العقبة ويستعين بالله جل ذكره على ذلك، يستعين بالله على نفسه. الغائب اصلا في حاله الغفله مش عارف الاعداء 3 اللي جواه او 4 اللي جواه او 5، الاعداء 5 دلوقتي خلاص، وهو مش عارف الاعداء دي، فاقول ليه قضاء، بيبتدي يلاقي الاعداء دي بتعكسه في طاعه الله وعايزه تبعده، فيبتدي ايه يقطع عدو عدو، فالنفس يقطعها بالتقوى. ها ويمنعها، فلما فرغ من قطعها رجع إلى قصد العبادة، فإذا عوارض تعترضه فتشغله عن الإقبال على مقصوده من العبادة وتصده عن التفرغ لذلك كما ينبغي، فتأمل فإذا هي 4 الرزق تطالبه النفس به وتقول لابد لك من رزق وقوام، وقد تجردت عن الدنيا وقد تجردت عن الدنيا وتفردت أيضا عن الخلق، فمن أين يكون قوامي ورزقي؟ والثاني الأخطار من كل شيء يخافه أو يرجوه أو يريده أو يكرهه، ولا يدري صلاحه في ذلك أو فساده، ولا يدري صلاحه في ذلك أو فساده، لأن عواقب الأمور مبهمة، فيشتغل قلبه بها، فإنه ربما وقع في فساد أو مهلكة. والثالث الشدائد والمصائب تنصب عليه من كل جانب، لا سيما وقد انتصب لمخالفة الخلق ومحاربة الشيطان ومضادة النفس، فكم من غصة يتجرعها، وكم من شدة تستقبله، وكم من هم وحزن يعترضه، وكم من مصيبة تتلقاه. والرابع أنواع القضاء من الله سبحانه وتعالى بالحلو والمر ترد عليه حالا فحالا، والنفس تسارع إلى السخط وتبادر إلى الفتنة، فاستقبلته هاهنا عقبة العوارض الأربعة،
طيب فلما فرغ من قطع النفس ها وعوائقها بأنها إيه يعني انقادت له على الأقل ماشي بقت مطيعة وإن كانت تخالفه برضه خلاص على درجات النفس السبعة اللي احنا شرحناها قبل ذلك خلاص النفس الأمارة بالسوء ثم اللوامة ثم الملهمة ثم المطمئنة ثم الراضية ثم المرضية ثم الكاملة ماشي فلما انقادت له النفس ها فلما فرغ من قطعها أي عقبة النفس دي رجع إلى قصد العبادة رجع عشان يتعبد فإذا عوارض تعتريه فتشغله عن الإقبال على مقصوده من العبادة وتصده عن التفرغ لذلك كما ينبغي فتأمل أي الإنسان فإذا هي أربعة الرزق تطالبه النفس به وتقول لابد لي من رزق وقوام إن أنا أكل وأشرب وأنام ويبقى عندي مصدر للأكل والشرب والقوام أي ما يقوم به الإنسان ما تقوم به النفس وقد تجردت النفس بتقوله وقد تجردت من الدنيا وتفردت أيضا عن الخلق فمن أين يكون قوامي ورزقي والثاني الأخطار من كل شيء يخافه أو يرجوه أو يريده أو يكرهه أخطار تعتريه ولا يدري صلاحه في ذلك أو فساده ساعات يظن الصلاح في ذلك الموضع ويجد أنه فاسد تنتج حاجات سلبية أو يظن الفساد في ذلك ويقدر له أن يسير في ذلك الأمر اللي هو يظن فيه الفساد فيجد فيه الصلاح والنجاح خلاص ولا يدري صلاحه في ذلك أو فساده لأن عواقب الأمور مبهمة فيشتغل قلبه بها ما هو عايز برضو يفرغ القلب للعبادة خلاص ودي أصعب أشياء فيشتغل قلبه بها فإنه ربما وقع في فساد أو مهلك خايف على نفسه الهلاك والثالث الشدائد والمصائب تنصب عليه ولا عندك تنصب ها؟ والثالث الشدائد والمصائب تنصب عليه من كل جانب لا سيما وقد انتصب لمخالفة الخلق الإنسان وهو بعيد عن ربنا كل الخلق معاه وكل حاجة كويسة أهل الأهواء كتير الناجون قليل خلاص وقليل من عبادية الشكور خلاص فكل حاجة هتوافقك طالما إنك مش مع ربنا تيجي مع ربنا بقى تلاقي كل حاجة تخالفك خلاص قلبك يخالفك فين الرزق النفس تقول لك فين الرزق هتعيش ازاي مش عارف ايه تيجي هنا ايه المصائب تنصب عليك ده ربنا بيبتليك عشان تبقى يقربك الابتلاء تقريب ناس كتير جدا تظن ان الابتلاء عدم رضا من ربنا لا الابتلاء ده هو عين القربة لله تعالى كما يقول سيدنا الشيخ العلوي ها ان في المنع اما انت بتطلب له وتدعي تعلق قلبك بالعطاء مش تعلق قلبك بالدعاء الواصلين او اللي هم ارتقوا يتعلق قلبه بالدعاء لاظهار مقام العبوديه لله تعالى مش بالمدعو مش بالشيء المطلوب يتعلق بانه ايه يقيم نفسه في مقام العبوديه بان يدعو الله ويساله ويكون قلبه راضي مش عايز حتى الشيء ده انما ايه يظهر على لسانه ها الطلب ولكن قلبه لا يريد ذلك الشيء انما راضي باقدار الله تعالى ودول ايه اللي هم ارتقوا في درجه او درجه الواصلين أما الإنسان العادي والعوام يتعلق قلبه بالشيء وعايز يريح عليه يفضل يطلب فيه للنهار ولا يدري قد يكون فيه الفساد ها؟ ولذلك يقول مولى عز وجل ها؟ إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر أو كما ورد في حديث قدسي إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإن أغنيته طغى وتجبر وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإن أفقرته سخط وتضجر فربنا لطيف يختار لعباده ما شاء فقال سيدنا الشيخ العدوي ايه ان في المنع عين العطاء
لما هو من عكن ذلك عن عطائك لأن اختار لك الأكمل بلطفه بك سبحانه وتعالى وكنه حنان منان اختار لك الأكمل لما يصبح حالك أنت. خلاص فما تتجه لله شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل ده الكمال الإيمان. فلما ما يبتلاش يبقى ده إيه؟ إيمان رقيق يعني ضعيف. خلاص فيأتي البلاء على قدر الإيمان فأشد الناس بلاء الأنبياء. خلاص قال إنك لتوعك وعكا شديدا قال نعم قال لا ذلك لأن لك أجران قال نعم إنه ليه أجرين عليه الصلاة والسلام. فأنت تظن بالله الخير الأول هتنظر في نفسك في معصية في تقصير بتاع وجدت إنك يعني أهو ماشي كويس خلاص تعرف إن ربنا بيمحصك ويطهرك ويرقيك ويقربك. يبقى الابتلاء هنا إيه؟ احسن الظن بالله ما تسيئش الظن لا تسيئ الظن بإنك أنت أولا ما وجدتش معصية يعني ظهر قدامك فتقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. خلاص يبقى تستغفر مما لا تعلم من الذنوب ماشي وبعد كده ترتقي ها وتظن الخير لله تعالى أنه ها يرقيك ويقربك ويطهرك لي كحال الأولياء. يعني أنت مش ولي ولا بتاع طبعا لو ظنت لنفسك الولاية تبقى سقط ماشي إنما تظن إيه إنك يعني أهو ربنا بيحبك أنا يا رب مطيع لك وبحبك يا رب فأحببني يا رب اجعلني من الذين تحبهم ويحبونك ماشي. طيب والثالث الشدائد والمصائب تنصب عليه مكتوب عندي تنصب هي تنصب عليه من كل جانب لا سيما وقد انتصب لمخالفة الخلق. ها الخلق يقول لك ده هيتدروش ده يا الله ده بيصلي يا عم انت تعملنا فيها يا شيخ. اه سيبك الكلام ده كله خليك مع ربنا بقى ابعد عن القوم دول بالذات خصوصا في اول الطريق. يعني دايما نوصل اللي في اول الطريق ما يسمعش كلام الناس ده اللي يفارقهم الا ان يكون هو داعيه لهم دوم كده بيدعوه لترك الدين يدعوه لترك الطريق الى الله بعد ان حسب لذته. خلاص فهو عليه يتجنبهم مطلقا عشان ما ينصبش بيهم ويرجع ليهم تاني. واضح. اما يقوى هي كداعي بقى ليهم يدعوهم يا جماعه طب انتوا عايزين نعمل ايه. واحد كان برضه من التلاميذ لسه قريب ربنا يكرمه يعني ها احس بالحلاوه احس ان انا عايش مع ربنا وبتاع. فواحد بيقول له يا عمي الصوفية دول ناس درويش بيعلموك السحر والتعامل مع الجن ومش عارف ايه وهو كانوا عايشين في السعودية سلفية. قصدي بيقول له الصوفية يعني الصوفية دول ناس درويش وعلموك ازاي تمشي ورا الجن وازاي السحر وما الى ذلك والدروشة. سيبك من الكلام ده كانوا مع بعض في السعودية. فقلت له هو الراجل ده بيصلي؟ قال له لا ما يصليش. قلت له طيب روح اقول له ها انا بحب ربنا اعمل ايه اتقرب ليه ليه عشان ابقى في رضاه وانت ما بتصليش اصلا فاهم. فبيدعوه حتى ولو بيدعوا ان هو يرجع للسلفيه وهم ما بيصليش. كانوا عايشين مع بعض في السلفيه في السعوديه ها ودخلوا كليه الطب مع بعض فجد ان هو ايه ابتدى يسلك كويس وقلبه حلو وكده وحس بالجمال والحلاوه. فبيقول له لا ده تخيلات اللي انت فيه ده وان ده شغل سحر ودجل يعني. وقد انتصب لمخالفه الخلق خلاص المصائب تنصب عليه من كل جانب لا سيما وقد انتصب لمخالفة الخلق قليل من عباد يشكوه ومحاربة الشيطان ومضادة النفس. سمعنا واحد أصيب بجن من الكفرة ما يجيلوش جن لأنه أصلا ها هو نفسه شيطان الكافر شيطان فهيجيله جن ليه؟ لكن المسلمين يجيله ليه؟ عايز يطلعه من دين الله والعياذ بالله تعالى. الوسواس القهري مش عارف ايه الجن يقعد يوسوس له للنهار يقول له انا في الصلاه ابص الاقي نفسي في الصلاه عايز انام وافضل اتوب كتير. اه ده شغل الشياطين معروف الشيطان بيكون اشد ولا حاجه استمر في عبادتك لان ولا حاجه لان الشيطان يكون اشد على الانسان في وقت الصلاه بالذات. خلاص لان ايه اذا سجد ابن ادم اخذ الشيطان يحثو على راس التراب ويقول يا ويلتى امر ابن ادم بالسجود فسجد وامرت بالسجود فلم اسجد فيكون اشد ما يمكن على الانسان. إذا أذن للصلاة ها أدبر الشيطان وله ضراد. خلاص فإذا ثوب للصلاة أتى أحدكم يقول له أذكر كذا أذكر كذا حتى يذكر ما لم يكن ليذكر فعند ذلك فليبني على ما استيقن حديث البخاري. واضح.
الحمد لله على مدد. وقد انتصب لمخالفة الخلق ومحاربة الشيطان ومضادة النفس، بقى الأعداء كلهم دلوقتي كانوا حبايبه قبل كده عشان ماشي في غير طريق الله، فلما مشي في طريق الله انعكسوا كلهم عليه، ظهرت العداوة بقى وبانت. فكم من غصة يتجرعها، وكم من شدة تستقبله، وكم من هم وحزن وحزن يعترضه. حزن يعني الشيء الشديد، الحزن هي الأرض المرتفعة الصعبة. وكم من هم وحزن يعترضه، وكم من مصيبة تتلقاه. كل ده علاجه بسيط جدا، كما قرأنا يلقي نفسه على بساط التوحيد مع الله، يسيب نفسه مع الله كده. اللهم اختر لي يا رب، أنا فوضتك في أمري، وكلت أمري إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، وأسلمت نفسي إليك. كده كل ما يجيله يفكر في حاجة قول سيبها لله، طالما أنا ماشي مع طاعة الله سيبها لله، ها اتركها للمولى عز وجل يدبرها له. ها التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء. والرابع أنواع القضاء من الله سبحانه وتعالى بالحلو والمر ترد عليه حالا فحالا. إن طب أنواع القضاء يقابلها إزاي؟ بالرضا في كل الأحوال، بل الصبر أولا على المر، ولكن يرتقي في الصبر على المر إلى الحمد على المر، ثم الشكر على المر، ثم الرضا بالمر، فينزل الله تعالى في مقام الصديقين. خلاص يعني ايه اما تجد كده، ولذلك يقول لك ايه المصيبه يعني ايه فيها ثلاث فوائد. الحمد لله انها لم تكن في الدين، ما كانتش في دين، اي مصيبه في الدين فغير الدين خلاص يبقى الحمد لله ما جاتش في دين. والشيء الثاني انها لم تكن اكبر منها، خلاص يعني المصائب وهكذا، فيدرب نفسه على هذا المعنى حتى يكسب قلبه الحمد لله على المصائب، وبعدين يرتقي بالشكر على المصائب، انها يعني تعتبر ايه في كل محنه منحه، ده منحه من الله تعالى وتقريب لو نجحت انت فيها خلاص، وبعد كده ترضى بذلك وترتقي في الى ان تصل الى مقام الصديقين. فدي بسيطه يعني دي ايه يسيره على من يسرها الله تعالى عليه. خلاص. والرابع انواع القضاء من الله تعالى بالحلو والمر. شوف الأكابر يعملوا إيه؟ أنا بتكلم عن الوارد من عند الله تعالى. الأكابر أما كان إبراهيم ابن أدهم يسأل أحد الصالحين مش متذكر، قال ما الحال عندكم؟ قال الحال عندنا أننا إذا أعطينا شكرنا وإذا منعنا صبرنا. فقال هذا حال الكلاب عندنا ببلخ. بلخ دي بلد بالعراق. قال هذا حال الكلاب عندنا ببلخ، أما حالنا نحن فنحن إذا أعطينا ها إذا أعطينا تصدقنا وأنفقنا، وإذا منعنا شكرنا. يبقى في المنع بيشكر وفي العطاء بيتصدق ويخرج ما عنده. خلاص. والرابع أنواع القضاء من الله بالحلو والمر ترد عليه حالا فحالا، تتقلب الأحوال عليه، وأنت مفروض إيه أقل ما يكون في بلاء يبقى صابر، في نعمة يبقى شكر، أو في حلو يبقى شكر، وفي مر يبقى إيه صبر. فالصبر إيه مر لكن الصبر حلو كما يقول إيه المصريين يعني. والنفس تسارع إلى السخط أو السخط، عايزه تنكر تقول ايه ليه كده. العوام ما عندهم ايه يفتكر طالما ان هو صلى وعمل كده يبقى نجا من البلاءات. طب ده ربنا عايز يقربك ويزيدك، ها فايه يجي بلاء يقول ليك والعياذ بالله تعالى البعيد يقول ايه ليه يا رب كده، ها او ده كده سخط على طول نفسه طلعت عليه ها ونطق بكده كمان فظهر ما في نفسه. لكن المفروض ان الانسان على طول يمسك نفسه. مره كان في واحده من الوليات، فالست دي مات ابنها، فتكلمت بكلام من الهجر زي ما تقول صوتت ها وحاجه زي كده. فراحت للشيخ الشعراوي قال لها انت كده قطعتي ثوابك، لو كنت مسكت بوقك كان خدتي الثواب كله. فجامت زوجها قامت راحت حاطه ايديها على بوقها عشان ما تتكلمش،
فخذت الثواب كله. شوف التربية، واضح؟ الله عنه أجمعين. دي ولية، دي ولية كان لما تجلس مجلس في السيرة النبوية أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي روائح جميلة تشمها، فتشاور للمحدثة أو اللي بتدي الدرس تقول له النبي حط لا لا مش عندنا مش عندنا، ربنا يرزقنا يا رب. عقبة العوارض الأربعة، طيب والنفس تسارع إلى السخط أو السخط وهو شدة السخط، وتبادر إلى الفتنة بإيه الوقوع في المعصية، فاستقبلته ها هنا عقبة العوارض الأربعة، فاحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء: التوكل على الله سبحانه، التوكل على الله سبحانه وتعالى في موضع الرزق، والتفويض إليه جل وعز في موضع الخطر، ها، والصبر عند نزول الشدائد، والرضا عند نزول القضاء. فأخذ في قطع هذه العقبة إيه؟ فاستقبلته ها هنا عقبة العوارض الأربعة اللي ذكرناها، فاحتاج إلى قطعها بأربعة أشياء. بيقول النفس بتقول له الرزق، وانت هتاكل منين وانت قطعت الناس وقاعد، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ليس هل في فرق بين التوكل ووقوع الجوارح بقيامها بالأعمال؟ لا. فالشيخ الشعراوي رضي الله تعالى عنه أتى بالخلاصة، قال إن في انفكاك في الجهات، القلوب تتوكل، يبقى شأن القلب أنه يتوكل على الله، أنت الرزاق أنت الكريم، والله يأتي الرزق من غير حول ولا قوة تماما، وإيه مليء، ها، أقصى ما يكون، خلاص. والجوارح تعمل، يبقى القلوب تتوكل والجوارح تعمل، ففي انفصال في الجهة، الجوارح بتعمل لكن القلب متوكل على الله تعالى. ولذلك الحديث حتى إيه، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. ما قالش الطيرة هيجي لها الأكل بتاعها في العش، قال تغدو أي تسعى هي. ها، وإن كان إيه بيمثل الطير إنها عندها التوكل التام على إيه الرزق من الله تعالى، لأن إنها بتغدو وتروح، فأنت بتروح وترجع بس، ما عليكش حاجة، يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى أول حاجة التوكل على الله في مقابلة قضية الرزق سبحانه وتعالى في موضع الرزق، والتفويض إليه جل وعز في موضع الخطر. لما إيه قاعد خايف على نفسك ومش عارف إيه، قال لك تفوض الأمر لله تعالى، ها، في موضع الخطر، خلاص. إيه؟ والصبر عند نزول الشدائد، قلنا ممكن ترقى عن الصبر الى ايه بالنظر الى المصيبة لم تكن في الدين، وان المصيبة لم تكن اكبر منها وما الى ذلك، فايه تنتقل الى الحمد وبعدين الشكر وبعدين ايه الرضا على المصيبة. بعض الصحابة بس مش مذكر اسمه، كان اذا يعني عنده مرض، بس مش مرض يمنع من العبادة، فاذا المرض خف يظن ان ربنا غاضب عليه، ما بي يعني ليه المرض يخف، أنا الحمد لله بقوم بالعبادة تمام خلاص وأنا مريض، فإيه زي ما تقول إيه يعني يحب المرض، لأن المرض فيه نوع من الرضا، بس بشرط مرض لا يقعده عن العبادة. كان مثال آخر من الصحابة، سيدنا عمران بن الحسين كان مصاب بالبواسير، وكان يصلي جالسا والدم ينزف منه، بسور شديد عنده، إيه بسور شديد خلاص، وكانت الملائكة تأتي تسلم عليه تقول السلام عليك يا عمران بن حصين، فسمع أن علاجه في الكي فاكتاوى، فذهبت الملائكة ولم تأتي لي، فرجع له البواسير تاني، أتت الملائكة تسلم عليه. يعني ليست المعصية منع من وإن كان إيه لذلك يرون أن قال والصبر عند نزول الشدائد. الصبر ثلاثة أنواع، وهو صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقدار الله. ده ثلاث أنواع للصبر، فكل الأشياء التي تأتي عليك لا تمنعك من استمرار في طاعة الله تعالى، فتتحمل ثلاثة أنواع من الصبر وتستمر في الطاعة بصفة دائمة. قال والرضا عند نزول القضاء،
إنه إن القضاء بمعنى الشدائد إنك تصل بها إلى مرحلة الرضا فينزلك المولى عز وجل في مقام الصديقين. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم. في أسئلة؟ كل واضح؟ يعني لو كنت أنا مش فاهم حاجة. ربنا يفتح لنا عليكم فتوح العارفين به ويصلنا به وبرسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم وعظم وأنعم. نعم. عند نزول البلاء الإنسان يصبر، ده بس، فإذا ما صبرش يبقى وقع في الخطأ وهو الجزع اللي في أنواع من الشكوى جائزة، يعني السيدة عائشة تقول، لكن مش كل الأنواع جائزة. يعني السيدة عائشة تقول إيه؟ تقول إيه؟ ورأساه، رأسي بتوجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، يعني رد عليها ما قالهاش ده حرام خلاص. لكن في درجة كمال، أما واحد راح يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم لنوع من الفقر أو الضيق، فزوجته بتقول له إيه؟ شوف هي كاملة أكمل منه، تقول له أتشتكي الله إلى رسوله؟ انت راح تشتكي ربنا رسوله؟ اصبر على القضاء، اشكر. واضح؟ بالسوء من القول الا من ظلم. ايوه. ها، لا مش معنى الحب هنا، ده معنى الجواز. ولذلك لما تيجي في باب الغيبه والنميمه تلاقي من مستثنيات ان هو يشكو من ظلمه، والشكوى ما تبقاش كده، تشكو ده الامام النووي يستثنى حاجه معينه، قال ويستثنى الغيبه والنميمه في 8 6 ابواب او 8، منهم الشكوى من الظلم الذي وقع عليه لمن يستطيع رفع الظلم فقط. مش كل واحد يقول فلان ظلمني، لا، ده لمن يستطيع رفع الظلم بس، والا تعتبر غيبه ونميمه. يعني اقول فلان، احنا نتكلم عن اصول الشرع، خليكي معايا بس اما اكمل كلامي عشان دي حته مهمه جدا. اصول الشرع ان مفيش غيبه ونميمه مطلقا، ويبتدي نستثني. يجوز ان انا اقول للقاضي او الحاكم او من يستطيع رفع الظلم فلان ظلمني، ما تبقاش غيبة. لكن لو قلتها لواحد تاني مش هيستطيع رفع الظلم، تعتبر غيبة، الشرع بيعتبرها غيبة، يأثم بها. ففي معاملة الله دي فيها تضييق على النفس، لذلك الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. واضح؟ خلاص كده انتهى. نعم. لا بالعكس، ده ربنا ابتلاكي عشان تدعيه يرفعه، فده ان ربنا. وما تاخر الرفع ليس معصيه، بل العكس، كما قلنا في حديث يقول ان الحديث ذكرناه ان هو المؤمنون في معنى حديث قدسي وارد ان الملائكه تقول لله ان عبدك فلان يدعوك يا رب، فقال دعوه لا تجيبوه فاني احب ان اسمع دعاءك. والتاني الراجل خلاص، يلا قوموا الى صلاه الفجر. يلا يلا. نعم. مش سامع حاجه، استنى ما يقطع من الدم. نعم. الواحد بيتقرب ربنا بطاعات كثيره، مبقاش عارف يوصل لغايه فين عشان ربنا يرضى عنه. هذه اشياء لا نهايه لها، بس اهم القرب قربه القلب على نتاج امتحان العلم المدرسي ده، الا من اتى الله بقلب سليم. بس ده مراد القلب سليم مع الطاعات الظاهره طبعا، اذا الاثنين اجتمعوا يبقى الواحد سالك الى الله طريق مظبوط. والله تعالى اعلى وعظم. خد بالك يا حبيبي. حبيبي.